طبعا يعني انا ببقى سعيده للحاجات الحلوه اللي بنشوفها دي، ان شاء الله تستمتعوا، لانه يعني الحقيقه في تنوع كبير جدا، والمتحده للخدمات الاعلاميه عامله تنوع كبير ومختلف، يعني كل واحد هيلاقي ذوقه وكل واحد هيقدر يتفرج. انت مش قادر تتفرج في المحطه في التوقيت عندك، المنصه بتاعت واتش تقدر تتابع فيها زي ما انت عايز، يعني عندك اختيارات كتيره جدا، وان شاء الله ترضي كل الاذواق. وبعدين فكره كمان الاختلاف، الحلقات السنه دي في مختلفة، يعني انت هتشوف كل النجوم في 15 حلقة، في حلقات طويلة 30 حلقة، فهيبقى عندك فرصة ان انت تستمتع بإذن الله وتشوفوا كل الحاجات دي. خلينا نروح كده على بعض بنقول شهر الفرحة، ونقول برضو بعض الأخبار اللي بتهم الناس. تراجعت أسعار الدواجن البيضاء أول أيام رمضان في البورصة والأسواق الشعبية في اليوم الأول من شهر رمضان، وسجلت أسعار الدواجن في البورصة الرئيسية اليوم ما بين 69 و70 جنيه للكيلو. والانخفاض ده طبعا لو الناس بتسأل موجود للإجراءات اللي قامت بيها الحكومة خلال الفترة اللي فاتت للتعامل مع أزمة الدواجن طبعا زي ما شفناها، والحمد لله مع بداية الشهر الكريم حصل انخفاض الأسعار، وكمان في توفير كبير للدواجن في كل منافذ البيع. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. دكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها بخير ان شاء الله يا رب. دكتور عبد العزيز، قول لي يعني هذا الانخفاض في سعر الدواجن بالنسبه للناس، يعني او الفراخ زي ما الناس بقى بنقولها بلهجتنا المصريه كده، هيبقى ثابت ومستقر ولا هيحصل كمان انخفاض اكتر؟ هو هنقول، انت حضرتك قلت 69 70، لا 67 الفراخ النهارده، يعني في انخفاض 5 جنيهات من المزرعه، وده ادى الى انخفاض الدواجن ربما تصل الى 73 74 للمستهلك، وده شيء جيد جدا. كان دائما وابدا في اول ايام رمضان كنا بنجد ارتفاعات، وفي ارتفاعات كبير جدا، وده لو قارنا هذا العام بالاعوام السابقه هنجد هذا الوضع موجود. لكن الحمد لله في تحركات ايجابيه من الدوله، استطاعت ان هي تجيب حوالي 25 الف طن والدخول في الشركه القابضه واهل رمضان، وده ادى الى انضباط الوضع بالنسبة للمواطن المصري، وفي كميات كبيرة يستطيع من خلال المنافذ المتواجدة أنه يجد ما يريده في الدواجن، وبالأخص وانت عارفة أن الدواجن دي سلعة استراتيجية طبعًا. كل البيوت النهاردة بتحبها طبعًا. في ظل أسعار اللحوم الحمراء اللي احنا بنشوف اليومين دول، ربما في الأيام القادمة أيضا يكون في ثبات في الكلام ده، أو ربما يكون في انخفاضات. حتى النهاردة حصل انخفاض في سعر الذرة، كان 20 ألف بقى 19 ألف، وده شيء جيد جدا. أتمنى مزيدا من الانخفاضات في ظل التحركات الايجابيه للدوله في استمراريه الافراجات بالنسبه لمستلزمات الانتاج الذره والصويا. ان شاء الله ان شاء الله هنجد يا اما ثبات يا اما برضك بعض الانخفاضات، لان لازم برضك نقول حاجه مهمه جدا، ان المواطن المصري برضك الدخل بتاعه قل شويه وضعيف، فعشان كده مش هيبقى فيه زي كل الاعوام كنا بنقول دائما وابدا في شهر رمضان في زياده تقريبا تصل الى 30% بالنسبه للمسحوبات. انا بالتالي هذا العام أكيد. مش هيبقى بالشكل دوت، هيبقى في الوضع الطبيعي في الايام العاديه. أكيد. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ترجع صناعه الدواجن الى ما كانت عليه، حقنا اكتفاء ذاتي، نرجع الازمه اللي عندنا ان شاء الله نتجاوزها. في تحركات ايجابيه من الدوله، نتمنى الاستمراريه، وان شاء الله انا ببشر كل الناس الايام القادمه باذن الله هتكون افضل مع الاستمراريه في الافراجات. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.